لعازر حبيبك مريض. بس شوف انت يا ما بقى شفيت امراض، يا ما عملت معجزات مع الاعمى، مع نزفة الدم، مع الاعرج، مع الاصم، مع منحنية ضراء، مع مع. احنا بقول لك لعازر حبيبك مريض، ها احنا لينا مكان عندك، احنا لينا معرفة، لينا واسطة. كان رد ربنا عجيب عجيب، قال لهم ينبغي أن أمكس في هذا الموضع يومين. معناه يعني إيه؟ أنا مش رايح. يا رب ده إحنا طلبناك، طلبناك يا رب، ده أنت كنت بتيجي عندنا. يا دي آخرتها يا رب، ده إحنا بنحبك، ده أنت دايما تيجي تبيت عندنا. أكتر من كده؟ لكن أحبائي تمر الأيام وبعدين العازر يموت، يبعثوا للسيد المسيح للمجد، يقولوا له العازر مات. وبعدين مريم ومرثا تقابل المسيح في الطريق ويعتبوا عليه عتاب المحبة، يقولوا له يا سيد، بس خدوا بالكم الطريقة بقى، يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. كلام ايه بصراحة يعني عتاب شديد، بس طريقة حلوة يعني، لو كنت ها هنا، انت بتجيبنا كتير، لم يمت اخي. فالمسيح شاف دموعهم، اتأثر قوي قوي قوي. ايه اللي حصل؟ بكى يسوع. يا سلام يا رب، انت ازاي بتبكي يعني؟ انت كنت عارف ان هو حبيبك، طب ما جيتش ليه؟ لست تفهم الان ولكنك ستفهم فيما بعد. يا رب ده انا محتاج لك، العازر كان عيان مريض، انت ياما شفيت يعني جت على العازر. قال لهم انا هو القيامة والحياة، من امن حتى لو مات فسيح. قالت له اؤمن يا سيد. اتاري مريم ومرثا فاكرين ان المسيح يقدر يشفي، يعمل معجزة، يعني ده امكانياته، لكن مش وصل لهم الصورة ان ربنا ممكن يعني بعد الموت يقدر يحيي. فقال لهم أين وضعتموه؟ قالوا في القبر. رايحين طريق القبر فوشوشته، يا سيد يا سيد لقد أنتن، يعني إيه؟ لا خلي بالك، عشان شوف الفكر، ربما ما تخيلوش إن المسيح يقدر، فحبوا إن هم إيه يعني يريحوه. لقد أنتن، كان زمان في فكر في الشريعة اليهودية، فكر يقول ان الروح بتحوم حوالين الميت كم يوم؟ 3 ايام. راح قالوا لا، ده بقاله 4 ايام، يعني وصل لمرحلة لقد انتن، ما تحاولش. المسيح يراجع تاني، ألم أكل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ العازر هلم خارجا، فقام الميت وهو مربوط اليدين والرجلين ووجهه ملفوف بمنديل. انا بسالكم سؤال، ايهما افيد؟ ايهما اجمل؟ ايهما اعظم؟ ايهما استفاده اكتر؟ لو كان ربنا شفى العازر ولا كان ربنا قوم العازر؟ دايما احبائي المعجزه ليها هدف، لو معجزه من غير هدف ما تبقاش معجزه. لازم من ضمن اهداف المعجزه الايمان، ناس تؤمن. طب ايه رأيكم لو ربنا كان شفى العازر، كان 4 5 6 امنوا؟ طب ايه رأيكم لما ربنا قوم لعازر؟ انه الافضل، انه الاوقع، انه الاكثر ايمان. فعشان كده احنا نظرتنا قصيرة، لكن ربنا هو عارف كل مشاعرنا، كل احتياجاتنا. عشان كده الآية الحلوة الجميلة، لما نطلب يكون الرد الإلهي، لست تفهم الآن ولكنك ستفهم فيما بعد. صدقوني أحبائي، في عدم الاستجابة استجابة.